سو كيوت، يعني صورة تاتشي وفي نفس الوقت بص أنا أشعرت. جوني، دي أول خطوة في حملتنا الانتخابية علشان الناس تتعود على شكلك وتحفظ اسمك. عشان كده إحنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم نكسبهم. يو نو عم جابر، لا انت تقدر ترتب لنا الموضوع ده مش كده؟ ان شاء الله. شوف انتوا عايزين ايه وانا عينيا لود الغالي. ثانك يو براذر، هو ده اكزاكتلي العشب. جريت عم جابر، احنا عايزين نعمل كونفرنس ميتنج مع اهل المزاريطه. ومال نجيبوه؟ نجيب مين يا عم جابر؟ بقولك عايزين نعمل كونفرنس، قولي بس نعمله امتى. شوف حضرتك، انتوا تكتبوا كل حاجه انتوا عايزينها من الرزخانه وانا اروح اجيبها، بس كتبوها كلها في ورقه واحده عشان يبقى مشوار واحد. يا ثانك يو يا عم جابر. هي اشلي فين؟ لوك هي هناك اهي بتلعب المعزات الصغيره والايجيبشن بيتس. شي سو كيوت حبيبي يا ويردو. بتكلمني؟ لا بكلم الصوره اللي وراك يا خفيف يا فاني. تعال هنا. امور يا سيدي الناس. في ايه بالظبط؟ من ساعه ما خرجنا وانت مراقبنا وكل ما ابص لك يعمل لي كده. في ايه؟ انت اهبل ولا عاوز حاجه بالظبط؟ حادث ايه؟ والله ما عاوز حاجه يا سيدوني. يبقى اهبل. امال انت عطرنا ليه من ايه ده؟ انت عارف اسمي كمان؟ سيدوني، ده انت اللي ما يعرفك يدهلك. هاي ثانك يو براذر. انت اسمك ايه بقى؟ هدرس. هدرس؟ هدرس هدرس هدرس. انت بيور ايجيبشن؟ Whatever. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمه الشريفه ما فيش غيرش بس انك عاجبني. او ماي جاد. انت متجوز؟ لا 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 لا، وطبعا ولا خاطب ولا مصاحب ولا ليك اي علاقه بالفيميل. ايه؟ النساء. ايه ايوه ايوه ايوه. في هيام. هيام ده نوع العلاقه ولا الانثى؟ ايوه طبعا نتايه طلقه. Thank God. طلع straight. Welcome back. شفت يا جوني؟ بقى ليك فانز، عندك معجبين. هدرس ام توماس. وعايز احنا كنا عايزين نقعد مع الناس نتكلم معاهم اهل المزاريطه. قولي ممكن نقدر نعمل ايه؟ سهله قوي. يا ناس يا اهل البلد، تعالوا كلموا سيدوني. يا اهل البلد. لا ده اهبل اهبل. تعالوا كلموا سيدوني. Good morning, everybody. What's up? أصدقائي، مستر جوني مش عاجبه حال البلد. طب أنتوا عاجبكم؟ عشان كده هو عايز يعمل حاجات كويسة جداً مفيدة تفيدكم وتفيد البلد. Exactly. وعشان كده هو قرر إنه يعمل انتخابات نزيهة ما بينه وبين أخوه الكبير، وبيدعوكم كلكم. Everybody. علشان يناقش معاكم برنامجه الانتخابي. ايه رايكم يا رجاله؟ هو ده ينفع سيجوني عمده؟ طب لو سيجوني كسب الانتخابات هيعمل ايه يعني؟ لا هعمل من ناحيه هعمل هتعمل ايه يعني؟ هعمل يعني لازم احرقها دلوقتي. انت راجل نفسيه باين عليك واوفر قوي. جوني بص 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 بص، خلاص بقى يا عم جابر. نعم. فين الهدايا الشيك الغاليه اللي احنا جايبينها علشان نوزعها على الناس الطيبين دول؟ حاضر. بس ده مش هنديله حاجة. خلاص انت مش هتاخد حاجة انت بالذات. خلاص بقى يا جوني. يا جماعة، مستر جوني هيرد على كل اسئلتكم واستفساراتكم بكرة الصبح من الساعة 9 للساعة 11 AM في البرنامج الانتخابي. وبليز يا جماعة كلكم هاتوا اولادكم الصغيرين عشان في مفاجآت كتير وهدايا. بحبكم كلكم. لا ريلي بحبكم. بيس. قال انتخابات نزيهة. قال في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. ووو ووو. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. ووو ووو. الودة كأنه مخاوي يا فزاع. مبسوط؟ هذه آخرة العرض. فزاع فزاع. ايوه يا كبير. امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه دي فلينة
ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينة، اللي بلا جوني بيه أعطاني تنين. جوني إيه؟ ما بلا ما أخذها يا كبير. إيه المكتوب على الفلينة دي؟ دي مكتوب نعم نحن نستطيع أن نعملها. عملكم أسود ومهبب. يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجالة في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا حيتأخر. أمسكوا السلك عريان. قال انتخابات نزيهة قال. في المزاريطة ماشي يا ابن الحجة فوكس. أنا قد مش فايتك العشية بنتكلم عن الانتخابات. لحقت تعمل كل ذي هميته. الواد ده كأنه مخاوي. فزاع. مبسوط. هذه آخرة العقد. فزاع. فزاع. ايوه يا كبير. امور جناب. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده فلينة. ما تصدقش يا كبير، الناس كلها في السوق هتقطع بعضيهم على فلينة، اللي بلا جوني بيه اعطاني تنين. جوني ايه؟ ما بلا ما اخذها يا كبير. ايه المكتوب على الفلينة دي؟ ده مكتوب نعم نحن نستطيع ان نعملها. عملكم اسود ومهبب. يا كبير. احرق الفلالين دي واجمع كل الرجالة في المخزن. قدامك 10 دقايق غور ولا حيتأخر. أمسكوا السلك عريان. أنت يا أشرف أنا كنت براهن عليك، خيبت أملي فيك. أمسك السلك يا أشرف. سمحنا يا كبير. خلاص يا كبير، آخر مرة يا كبير. شجرة وقطمها جحش. ده هيعلمك بعدك. ده ما تفوتش معاد الكبير واصل. فوتت معادي عشان خاطر في الليلة. امسك السلك يا اشرف والا انت عارف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا كبير حمسكه حمسكه. لا فيه السلك هاي. يا رجال بس يا زهبل انت، خلينا نعرف نشتغل. تفضل جنابك. يا رجال الواد جوني يا اخويا ده داير يوزع هدايا وتصاوير على اهل البلد، وهم ما يصدقوا حد يديهم، فيقوموا يركبوه فوق روسنا ويكسبوه. قوم احنا بقيه نسكتوا يسيبوه يبرطع؟ لا، احنا لازم نضربه، وضربتنا هتكون قويه. عبد الله. اهدي. بالله ما شاء الله. أسرة سعيدة. عندك عيال؟ عيل واحد يا كبير. اهدي صح. وزاع. أمر جنابك. استمارة. تفضل. شوف يا سيد أبوك. أيوه. هتحط الصحف خانة الكبير، ولدك هيرجع لك صاغ سليم. هتقل عقلك وتحط الصحف خانة جوني، يبقى مش هتشوفه تاني. أحب على قدك يا كبير. أحب على قدك يا كبير. أشرف. قوم يا كبير. هات الواد. أحب على قدك يا كبير. أحب على قدك يا كبير. لو سمحت، أنت منطريلي ليه يا ابني؟ الظاهر عشان أعمل حادثة يا عيني برضو، أكيد يعني مقصرة في نفسي. أوه، لو سمحت. ممكن يكون راكب على نفس العجلة، ما تضمنش. إيه ده؟ إيه ده؟ هو أهل البلد كلهم متخشمين؟ إيه ده؟ بص عامل إزاي؟ لو سمحت. سيلفر بلاي، مين الحيوان اللي عامل كده في صوري؟ مين؟ كابتن. مين الحمار اللي عامل كده في صوري؟ تعال هنا. في ايه؟ هدرس هدرس بليز. تعال هنا. في ايه؟ كل الناس عامله كده ليه؟ الكبير الكبير يا سيدوني دور الضرب ولفت رف اهل البلد عشان نرشحه. اوه حاسب ايدك. قلت لك اهبل اهبل عشان نرشحه في الانتخابات، ومحرد على اي حد انه يتكلم. انا فهمت كده، انا فهمت. عمل لكم كارت ارهاب، مشاكم زي ما هو عاوز زي الحمامير، وكلكم خفتوا وقبلتوا. انا ما قبلتش، مش ممكن اقبل. انا بقولها لكم اهو،
tomorrow morning 9 o'clock a.m. عشان ما حدش يقول لي بي ام وكلام الفاضي ده. واقفه احتجاجيه قدام الدوار. We hate you. 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 انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بتملى بتقول اي كلام؟ اسمع يا حبيبي تعال. وي يعني احنا، هيت بنكره، يو يعني انت. تكرهونني؟ ابل انت يعني هو. ما علينا قول ورايا وخلاص. وي هيت يو. وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. لا وي هيت يو. الساعة كام دلوقتي؟ 10:30. انا مش قلت 9 واكدت في السوق اي ام عشان ما حدش يتاخر؟ ايوه. واضح ان في مشكله كبيره جدا في البلد دي في موضوع المواعيد. اهو اهو طلع طلع. يا بوي يا بوي يا بوي. شوف شوف يعني ما طلعش اهبل بس طلع اهبل وجبان كمان. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا نقصنا واحد. مش مهم احنا لازم نكمل المشوار. تراست مي. اوكي. وي هيت يو. وي هيت يو. انت كنت فاكر انك هتكسبني في ارضي يا ابن المزاريطة دي كلها في يدي. انا اديتك تشانس جامده جدي وانت طلعت ما تستاهلهاش. على فكره بقى انا هرجع في كلامي، لا في انتخابات ولا اي حاجه وانا هبقى العمده. وش شوف يا ود الناس، الراجل عندنا هنا عثربت من لسانه، يعني لو رجعت في كلامك او لحسته ولا الناس هيصدقوك ولا هيرضوا بيك من اساسه. يا ابن اللعيبه يعني انت بتدخلي من طب ده فير؟ ده اسمه عدل انك تكسب الانتخابات بالصوت والافتراء؟ تبقى انت كده كسبت. هو كده ده اخر كلام عندك؟ هو ده اللي عندي واخرك اعمل. لا هعمل من ناحيه هعمل هعمل ويا ما عملت قبل كده. و... انت راح فين؟ راح فين؟ هعمل هعمل ايه؟ هعمل من ناحيه هعمل هعمل او اتفضل اعمل بقى.